السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة دي آخر محاضرة لينا للإنفكشن. هنلم فيها الأجزاء كلها اللي ناقصانا في الإنفكشن، الإنكفاليتس من الفيرال كان بقالنا، والجزء بتاع الفيفر اللي في الأول، وبعد كده في الآخر بقى البارازيتيك إنفكشوس ديزيزز. مطلوب مننا إن احنا نعرف يعني إيه فيفر، يعني إيه فيفر أوف أنون أوريجين أو بايركسي أوف أنون أوريجين. وبعدين هنتكلم عن البارازيتيك إنفستيشنز في الآخر والإنكفاليتس اللي كان بقالنا. كلنا عارفين ان الفيفر هي ان البودي تمبريتشر يبقى ازيد من 38 لو هنقيس ريكتال، ازيد من 37.5 لو هنقيس اورال، وازيد من 37 لو هنقيس اكزيلر. الباثوفيسيولوجي كلنا عارفينه، ان الفكره كلها ان حاجات معينه لايك انفكشن، توكسن، انجري، انفلاميشنز اند سو اون بتطلع لي سايتوكاينز، في الاخر بيؤدي الى برودكشن او بروستاجلاندين اي 2، وهو ده المسؤول عن الريست بتاع التمبريتشر بوينت اللي موجوده في الثالامس. الريست اللي بيحصل في الهايبوثالامس ده بيخلي الجسم يتعامل كما لو كانت المفروض درجه الحراره تبقى عاليه، يعني مثلا 39 40 ان سو اون، وبالتالي يبدا الجسم يعمل بريفرال فازوكونستريكشن، يبدا يعمل شيفرنج، يبدا بيعمل بلوكج للسويتنج، وبالتالي اتس كومن ان انا اشوف حد فيفرج واطرافه ساقعه من البريفرال فازوكونستريكشن اللي بيحصل. تايبس اوف فيفر عندنا الكونتينوس اللي هي بيبقى فيها فلكتويشن بس اقل من واحد سيليزيوس، ريميتنت بيكون فيها فلكتويشن بس ما بتنزلش ابدا للبيز لاين والفلكتويشن ده بيبقى ازيد من واحد سيليزيوس، الانترميتنت اللي بيبقى فيها فلكتويشن وبتنزل للبيز لاين، اندولنت او ريلابسنج اللي هو بيقعد يومين ثلاثه عالي وبعد كده ينزل تاني يومين ثلاثه وهكذا. واشهر مثال ليها طبعا الملاريا، اشهر مثال طبعا للريلابسنج فيفر طبعا اللي هو الايه الملاريا. ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف فيفر، لازم عارفين ان مش كل اسباب الفيفر هي الانفكشن، وان كان ده موست كومن عندنا في ايجيبت، بس في طبعا ما ننساش الكونكتيف تيشو الماليجنسي، وده بنشوفه كتير احيانا، طفل يبقى عنده كرونيك فيفر او كونتينوس فيفر واخد كل الانتي بايوتكس اللي عندنا وبرده ستيل في فيفر وما زلنا برده بنديله انتي بايوتك. ببساطه لو كان الطفل ده اتعمل له اي اس ار او سي بي سي، احيانا كتير بنكتشف ان هو لوكيميا، ودي طبعا one of the commonest tumors في الـ childhood period. في certain drugs برضو ممكن تعمل fever اللي هي بتعمل وبالذات اللي هي anticholinergic effect. التريتمنت بتاع الفيفر اتكلمنا عليه قبل كده في الفيبرايل كونفرجن، بس افكركم بيه تاني. الانتي بايريتكس احنا بنفضل دايما الباراسيتامول قبل سن 6 years. الدوز بتاعتنا بتبقى اب تو 15 ملي جرام بالكي جي بير دوز، ممكن نديها كل اربع ساعات. الايبي بروفين انا مش بفضله قبل سن 6 years، اكبر مشاكله طبعا الرينال فيلير والجاسترايتس، اتس فيري كومن الطفل طبعا ياخد ايبي بروفين وتانيه يرجع، والابدومينال بين اند سو اون. لو هنعمل كمادات ما ننساش ان احنا بنعمل الكمادات طبعا على مناطق البيج فينز اللي هي موجوده عند النيك فينز، عند الاكزيلري، عند البيوبيك فينز، كل دي بيج فينز بتطلع يعني بيبقى لما نعمل الكمادات عليها بتساعد في تقليل الحراره بسرعه. لو هنعمل كمادات على الفور هيد ممكن، عشان الفور هيد ديت الارج سيرفيس اريا، فدي اكسبت. الكمادات تبقى بميه من الحنفيه، ما تبقاش ميه ساقعه، والطفل ما ينفعش ان احنا نعرضه لتيار هواء لان ده هيساعد في البريفرال فازوكونستريكشن اكتر، وبالتالي هيخلي الفيفر تنحبس في الكور تمبريتشر اكتر. وكل اللي احنا عايزينه ان هو يحصل بريفرال فازو دايليتيشن، لو حصل بريفرال فازو دايليتيشن خلاص بيحصل راديشن للهيت ويبدا الفيفر تنزل، وبالتالي it is not recommended ان انا اعمل اندكشن او انديوس البريفرال فازوكونستريكشن بتيار هواء ساقع بميه ساقعه اند سو اون، كل ده مش مستحب. كمادات الكحول وكمادات الخل بتعمل بريفرال فازوكونستريكشن ممنوعه تماما. يعني ايه فيفر اوف انون اوريجين؟ فيفر اوف انون اوريجين هي الفيفر اللي ازيد من 38 غير معروفه السبب لمده ازيد من 3 اسابيع في الاوت بيشنت او ازيد من 1 ويك في الان بيشنت، يعني لو البيشنت ده هوسبيتالايزد، بشرط ان هو يكون عمل روتين انفستيجيشن وما زال غير معروف الايه السبب. احيانا كتير يبقى فيه انفكشن بس هو هيدن انفكشن، بالذات لو اماكن الهيدك لايك ساينوسايتس، لايك اوتايتس ميديا، لايك يو تي اي يورينال تراكت انفكشن، احيانا يبقى سي ان اس انفكشن، يعني اتس نوت كومن بس ممكن، اوستيومايلايتس
and so on. ممكن طبعا other infection like rather than البكتيريال. طبعا ما ننساش ابدا الروماتولوجيكال ديزيز في طفل ازيد من 5 سنين، وبالذات لو في بوست فاميلي هيستوري. ما ننساش طبعا النيوبلازم، ما ننساش other causes like drug fever, الهيموليتيك كرايسيس من الحاجات اللي بتعمل فيفر and so on. كل الانفستيجيشنز دي سهله وممكن احنا نقراها مع نفسنا. بالنسبه للاميبيزيس كلنا عارفين انها one of the protozoa the commonest. بروتوزوا equal one celled organism، يعني كائنات وحيدة الخلية. طبعا احنا عارفين ان source of infection بيجي في كورال. الانفكتيف فورم هي السيست، والباثولوجيكال فورم هي التروفوزويد. مكان التروفوزويد اللي بيحب يعيش فيه ويعمل فيه انفيجن هو الكولون. زي ما احنا كده شايفين ان البني ادم الانسان بينجست السيست، والسيست بقى بتهاتش جوه الجي اي تي وتدي تروفوزويد هي اللي تعمل انفيجن للكولون، والانسان بيعدي الايه السيست، والسيست ديت هي اللي بتعيش في السايل، بتقعد فتره طويله في السايل او على الفيجيتابلز اند سو اون، وبيحصل بيها ري انفكشن تاني. It is believed ان دي the third parasitic infestation موجود ورلد وايد. طبعا في كورال ممكن طبعا في كورة عن طريق طبعا الخضار او الميه، وممكن طبعا عن طريق فود هاندلرز. المانيفستيشنز بتاعتنا بما ان احنا بنتكلم عن كولون وبالذات الريكتم، اي حاجه بتعمل اريتيشن للريكتم بتجيلي بتخلي البني ادم يحس كان هو عايز يعمل ديفيكيشن، ده اسمه تينزموس فولس سنسيشن اوف ديفيكيشن. وبما ان في انفيجن لازم هينزل بلاد وهينزل ميوكس. دوت بقى الايه الديزنتري. ايه الاذر كوزز اوف ديزنتري؟ عندنا طبعا الباسيلوري ديزنتري، وعندنا طبعا بالهيرزيزيس والاميبيز. ممكن لو التروفوزويد دوت عمل انفيجن للكولون ممكن يعدي في الفينوس درينج بتاع الكولون اللي هو بيؤدي الى البورتال فين، ومنه يروح للليفر، ومن الليفر يروح يعمل لنا من الليفر على طول يروح يعمل لنا ممكن يعمل لنا هيباتيك اميبيز. ات از نوت كومن، بس ممكن تحصل، وسبيشالي لو الاميونيتي بتاعه الشايلد دوت مش كويسه، وساعتها طبعا بيعمل هيباتيك اميبيزز ويجي لي بريزنتد بابدومينال بين بديفيوز ليفر انلارجمنت. ممكن للاسف تعمل كمان ايه اميبيك ابس. اعذروني لو كنت بتكلم بسرعه شويه، بس انا مش عايزه الفيديو ياخد مساحه تقيله مساحه كبيره، وهي كلها بصراحه يعني كلام سهل ان احنا حتى نقراه، فانا بحاول بس اوضح نقط معينه. كالبوراتوري انفستيجيشنز وارد ان احنا نلاقي انيميا او ليكوسايتوزز، سبيشال طبعا الايزينوفيليا. ممكن يحصل طبعا ليفر انزيمز تبقى عاليه بسبب طبعا الاميبك الهيباتيك اميبيزز. للاسف 50% من الهيباتيك اميبيزز دولت بيبقى السون اناليسيس بتاعهم فري. وطبعا لما بنعمل سي تي ابدومينال ايمجنج بيبان لنا بقى الاي سايز بتاع الابسس والبريزنس بتاعه وكل حاجه. الكومبليكيشنز طبعا ان الابسس دوت ممكن يربشر في البروتونيوم في الثوركس، ممكن ايفن اب تو ان هو يربشر على السكان. كاميبيز جنرالي اميبيك كولايتس، الستول اناليسز لازم يبقى فريش ستول يعني within about نص ساعة من الباسج، ولازم يبقى examined by an experienced person. وممكن عشان نقول ان البيشنت ده ما عندوش اميبيزيز توصل ان احنا نعمل 3 subsequent يعني subsequent tests للستول. ممكن نلاقي طبعا occult blood في الستول نتيجة طبعا الانفيجن بتاع الكولون. ممكن توصل معانا ان احنا up to لو حد عنده ديزنتري وما احناش لاقيين حاجه في السون اناليس توصل ان احنا ندخل باندوسكوب او ريكتوسكوب او كولونوسكوب وناخد سامبل ونلاقي فيها بقى الايه الكولايتس بلس الايه التروفوزايد بتاع الاميبيز. ممكن طبعا نعمل اسبيريشن من الليفر ابسس دوت، والاندايركت هيموجلوتينيشن تيست دوت ممكن يبقى نيجاتيف لو حاله اكيوت. التريتمنت طبعا لازم نبقى عارفين في حاجه اسمها اليومينال اميبيسايدز وفي حاجه اسمها تيشو اميبيسايد. اليومينال دوت افكتيف في الجي اي تي اليومن، ودوت الدرج بتاعه اللي هو دايلوكسانايد فيرويد،
ولكن تيشو اميبيسايد اتس بريفيرد فيه اللي هو الميترونيدازول كلوروكين والدهايدرو ايميتين. تيشو يعني زي هيباتيك مثلا. اليومينال عادي اللي هو الجي اي تي. فور اسيمتوماتيك سيست باسر طبعا اللي هو اليومينال الدايلوكسانايد فيرويت. فور انفيزيف للليفر مثلا او اذر اورجن طبعا مترونيدازول ديهايدرو ايميتين كلوروكين اند سو اون. امتى ممكن نعمل اسبيريشن للابسس دوت؟ لو برابشر از ايمننت او بيشنت قاعد عمال ياخد التريتمنت بتاعه من 4 ل 6 اسابيع وذاوت امبروفمنت ممكن نعمل طبعا اسبيريشن. الجيارديزيس برضو بروتوزوال انفكشن، بس المكان اللي بتعيش فيه الجيارديزيس بيبقى مختلف عن المكان اللي بتعيش فيه الاميبيزيس. الجيارديزيس بتحب تعيش في الديودينوم على عكس طبعا الاميبيزيس اللي بتحب تعيش فيه الكولون. بالتالي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الجيارديزيس مختلفه شويه. اتس كومن ان انا الاقي ابدومينال بين طبعا في الجيارديزيس، ان الاقي مال ابزوربشن عشان الديودينوم ده مكان للابزوربشن. ممكن الاقي لاكتوز انتولرانس، ممكن الاقي كرونيك بهاريه. وان كان الانتشار بتاع الجيرديز اكتر في حالات المال نيوتريشن والاميون ديفيشنسي والسيستيك فايبروز. الدايجنوز بتاعنا برضو ستول اناليسيس، ممكن توصل ان احنا نعمل ديودينال اسبيريشن او بايبسي. دي على فكره حاجه مش سهله ان احنا نوصل لحد ديودينم، ممكن نحتاج حتى ان احنا نعمل انتيرو تيست اللي هي طريقه معينه بندخل نعمل ناخد منها ناخد يودينال يعني سامبل من يودينال فلويد بطريقه معينه كده اسمه انتيرو تيست، ونعمل اكزامينيشن اندر مايكروسكوب بنلاقي الجياردي، او ممكن حتى ان احنا نعمل انتيجين ديتكشن تيست. تريتمنت اوف تشويس يا اما التينيدازول ده سنجل دوز، يا اما النيتازوكسانايد ده احنا بنستخدمه كتير اب تو 3 ييرز 5 سم الصبح وبالليل لمده 3 ايام، اكتر من كده بيبقى 10 سم مرتين لمده 3 ايام. الالترناتيف بتاعنا المترونيدازول والسكند لاين اوف تشويس اللي هو فيورازوليدون. الاسكاريزيس دوت دي اطول بارازايت ممكن تعيش فيه الهيومن، ذا لونجست راوند وورم ممكن تعيش فيه الانسان. احنا ببساطه ازاي بنبقى انفكتد؟ بننفكتد عن طريق انجيشن اوف دي ايجز. الايجز طبعا اللي بتبقى موجوده مثلا في الووتر، موجوده على فيجيتابلز فروم فود هاندلر اند سو اون. لما بنبلع الايجز دي بيحصل لها هاتش في جي اي تي، تكون لي اللارفا. اللارفا تنطلق في الفينوس في الفينوس سيستم بتاع الجي اي تي للبورتال فين، من بورتال فين للليفر، من الليفر للهارت، من هارت لللنج، وهناك تبقى تحول لماتيور لارفا. يبدا البني ادم يكحها، بعد كده يبلعها في الجي اي تي، قصه طويله. وبعد ما يبلعها تبقى الورم اللي موجوده هي في الجي اي تي. والادلت وورم دي في الجي اي تي بتطلع لي الاكس برضو او الاوفم، وترجع تعمل ري انفكشن تاني. الكلينيكال مانيفستيشن طبعا ممكن تبقى اسيمتوماتيك، ابدومينال بين، ويت لوس، ممكن تعمل انوريكسيا، ممكن تعمل هايبرفاجيا، ممكن تعمل دهاريه، كلها نون سبيسيفيك. ممكن طبعا كف فروم مايجريشن اوف ذا ورم ثرو ذا بادي. ممكن تعمل على فكره انتستينال اوبستراكشن. الستول اناليسيس طبعا بيطلع لي الاكس، ممكن طبعا ريرلي نلاقي الورم نفسها. التريتمنت الميبندازول فور 3 دايز. الانتروبيزيس دي بنشوفها كتير طبعا جدا، اطفال بتهرش بيري انال، ده المين مانيفستيشن بتاعها، وهي عباره عن سمول وورمز. هي مشكلتها في الحياه ان هي بتحب تحط الاكز بتاعتها في البيري انال سكين، وده بيعمل سيفير اريتيشن. يجي يعمل بقى الطفل يهرش سكراتشنج، يحصل بقى سكندري باكتيريال انفكشن، اريتيشن طول اليوم، ما هوش مرتاح، يجي ينام انسوميا. سبحان الله ليها سيركاديان ريزم بتحب انها تطلع بالليل، وبالتالي دايما موست اوف ذا مانيفستيشنز بتبقى ايه بالليل وقت النوم. ممكن ريرلي تعمل ابدومينال بين على فكره. اللابوراتوري انفستيجيشن بتاعها على فكره الستول اناليسيز مش سبيسيفيك فيها، لان اتس نوت كومن ان الورم تنزل مع الستول. وان كان اللي احنا فعلا بنشوفه عملي، الام لما تيجي تقول لك انا شفت عملت فيجواليزيشن للبيري انال ريجن وشفت الورم، ده بنشوفه كتير.
لو سسبكتد مثلا الطفل الام بتقول الولد ده بيفرش، بنعمل نطلب حاجه اسمها سكوتش تيب تيست، لزقه بتحط بيري ايران ولما تتشال تفحص تحت الميكروسكوب بيبقى فيها الاكز وبيبقى فيها الورمز. ممكن نعمل برضو اناليز، ممكن نعمل فيجواليزيشن برضو تحت الميكروسكوب للفينجر نيلز. ويرلي ممكن الستول، مش رير بصراحه، برضو احيانا بنشوف الستول ايه اكزامينيشن ممكن يطلع لي الايه الورم. التريتمنت فلوبندازول سنجل دوز، ويا ريت ان احنا نعمل ريبيتيشن للدوز دي افتر 2 ويكس عشان الري انفكشن. احنا بنقتل الدوده والبيضه لسه عايشه، ممكن تعيش اب تو 3 ويكس وبعدين تهاتش وتعمل ري انفكشن تاني، يعني ممكن تعيش على السيرفيسز مثلا في التايلت، في على الحنفيه، على ديسك، على ملايه سرير اند سون اب تو 3 ويكس، ويرجع يحصل ري انفكشن بيها تاني. عشان كده اتس بريفيرد ان احنا نعيد الدوز بتاع الانتي بارازيتك بعد 2 ويكس تاني. الشيستوزومييزس طبعا احنا عارفين الفايف بيشز بتاعتها والجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاعهم. في طبعا 3 كلينيكال باترن انا مش هتكلم فيهم كتير. احنا عارفين طبعا السويمرز اتش، الاكيوت شيستوزومييزس اللي بتحصل نتيجه ان السيركاريا موجوده في البلاد سيركوليشن، بتبقى سيروم سيكنس لايك إلنس. في طبعا الانتستاينال شيستوزومييزز، الهيباتوسبلينيك، وفي اليوريناري. الانتستاينال كل مشاكلنا في الحياه ان الشيستوزوما مانسوناي دي بتحب تحط الاجز في الكولون، ودوت بيعمل طبعا انفيجن للكولون والميكوزا، بيعمل ابدومينال بين، يعمل ديزنتري، يعمل تينيزموس. الكومبليكيشنز طبعا بما ان في بلاد لوس ديزنتري، ممكن نلاقي ايرن ديفيشنسي انيميا، ممكن يحصل كرونيك انفلاميشن وفورميشن اوف جرانيوليشن تيشو، ويحصل كرونيك بوليبوزز، ممكن تعمل انتستاينال اوبستراكشن، ممكن يحصل بروتين لوزنج انتروباثي، ممكن من كد بما ان في جرانيوليشن تيشو في ماسس في بولبس موجوده، بيبدا الجسم زي ما قلت لكم كده يتعامل معاها كما لو كانت في كلماس، ويبدا يحزق الطفل كتير كتير لحد ما ممكن يدخل فيه ريكتال برولابس. الدايجنوزيس طبعا بالستول اناليسيس او حتى بالبايوبسي عن طريق الاندوسكوب، او ممكن بباريوم انيما نلاقي ايه بوليبس. الهيباتوسبلينيك بتحصل لو حصل ايمبولايزيشن للاجز من الجي اي تي او من الكولون للفينوس سيستم ومنه للبورتال فين وعلى الليفر، وتقوم جاي عامله لنا بيري بورتال ايه فايبروزز، ومن هنا تبدا المشاكل ويبدا البورتال هايبرتنشن، يجمع بقى دم على السبلين ويعمل سبلينوميجالي ويعمل هايبر سبلينيزم ويعمل بورتو سيستم كولاترالز اند سو اون. It is not common في الشيستوزومييزز الهيباتوسيلولار فيلير، يعني حتى ما نلاقيش ليفر انزيمز عاليه، يعني اتس فيري ليت ان احنا نلاقي الجوندس او الانكيفالوباثي او الامبيرد بروثرومبين سينثيسيس، وبيزداد طبعا فرصه الوجود دولت لما بيبقى في كونكوميتنت او كو انفكشن وذ هيباتوتروبيك فايروسز. ككومبليكيشنز طبعا ممكن نلاقي مالنيوتريشن، هايبر سبلينيزم، كونفكشن بالهيباتوتروبيك فيروس، ممكن النفروباتي ده بيبقى ديو تو اميون كومبلكس بريسيبيتيشن في الكيدنيز، ممكن يحصل كوربانمونان لو حصل امبولايزيشن للاكس دي في للبالمونري فينز. يورينال شيستوزومييزس برضو الهيماتوبيام، شيستوزوما هيماتوبيام بتحب تحط الاكز في البلادر، ممكن تعمل بقى ساعتها بقى انفلاميشن، تعمل جرانيولوما، ممكن تعمل اوبستراكتيف يوروباثي، سكندري بكتيريا انفكشن، كرونيك رينال فيلير، كارسينوما اند سو اون. الكيموثيرابي يعني لو عرفنا البرازيكوينتال بالدوز بتاعته ان هو بيتاخد 3 دوزز ان 1 داي، ده حلو جدا. وطبعا ازاي نعمل كنترول، الدوله فعلا عملت كنترول كتير جدا من البلهارديز عن طريق الماس بوبوليشن كيموثيرابي بالبرازيكوانتال وبرده بالسنال ايراديكيشن عن طريق ورد النيل اللي نشرته في مصارف الميه. اخر حاجه بقى كانت باقيه لنا الانكيفالايتس، ودوت لازم نبقى عارفين ان دوت انفلاميشن للبرين موستلي فايرال، ممكن طبعا يبقى نون فايرال. وفي حاجه اسمها بارا انفكشوس او اوتو اميون سكندري لي اذر انفكشنز،
لايك الميسلز مامبس روبيلا او سكندري تو سيرتن فاكسينز، وطبعا واشهرهم الميسلز والبرتسس والريبس نعرفهم كده بالاسم. في حاجه اسمها سب اكيوت سكلروزنج بان انكفالايتس، دوت عباره عن طفل جاله انفكشن اوف ميسلز وهو صغير، الاورجانيزم كان دورمنت في سي اس اف قعد فور ييرز اب تو 10 ييرز، بعدها بدا الولد يحصل له نيورو ديفلوبمنتال ريجريشن، يعني بدل ما كان بيمشي وبيتكلم وكده تبدا كل حاجه يحصل فيها ريجريشن، بدا ما يتكلمش، بدا ما يقعدش، بدا ما يمشيش، بدا يبقى انكفالوباثيك، بدا يحصل له سيجرز وسو اون لحد ما يضاي. الري سندروم، الري سندروم دوت عباره عن حد عنده هيريديتري سسبتابيليتي. هيريديتري سسبتابيليتي لان لايه بالظبط؟ لان لما يحصل له فايرال انفكشن وياخد معاه ساليسيليت يحصل له حاجه اسمها فاتي ديجنريشن اوف ذا ليفر. لازم يكون حد هيريديتري سسبتبل، يعني ممكن حد يبقى عنده فايرال انفكشن ياخد الساليسيت ما يحصلوش حاجه، انما لو هيريديتري سسبتبل يحصل له فاتي ديجنريشن للليفر والامونيا تعلى ويدخل في انكفالوباثي وهايبوجلايسيميا وهايبرامونيميا وممكن طبعا سيفيري باد بروجنوز وممكن يضاي فيها. الكلينيكال برزنتيشن ممكن طبعا ايرلي تكون في فيفر فوميتنج هيديك، طبعا كل ده ايرتابيلتي نتيجه انكريز انتراكيال تنشن، والميكانيزم احنا يعني زي الميكانيزم اللي احنا شفناه قبل كده في المينينجايتس. اتس فيري كومن لما يكون في انكفالايتس يبقى معاها مينينجايتس، المينينجايتس المينينجيت لازقه على البرين وبالتالي صعب ان احنا نفصل البرين عن المينينجيت، في الغالب يبقى الانفكشن مينينجيو انكفاليتيك. الانكفاليتيك مانيفستيشنز طبعا ابنورمال مينتال ستيت، ممكن كرانيال نيرف افكشن طبعا ابر موتور، ممكن موتور افكشن زي مثلا لوس اوف ابيليتي تو موف او تو يعني ان يعني عنده يحصل موتور لوس اوف موتور باور، ممكن يحصل كونفولجنز، ممكن يحصل فيسرال مانيفستيشن وذ لوس اوف بلادر او باول كنترول، ممكن يبقى فيه طبعا مانينجيال ايريتيشن مانيفستيشنز. هنلاقي ايه في سي اس اف؟ طبعا دي فايرال، الاسبكت هيبقى كلير، البريشر ممكن يبقى نورمال تو هاي، البروتين ممكن يبقى نورمال تو هاي، الجلوكوز ممكن يبقى نورمال تو لو. انا اسفه، الجلوكوز في الغالب بيبقى نورمال، السيلز في الغالب بتبقى لينفوسايت، هي لينفوسايتس النورمال اب تو 5 لينفوسايت، في الفايرال بتزيد طبعا عن 5 وممكن تبقى نورمال على فكره، وبالتالي في الفايرال انكفالايتس ممكن السي اس اف يبقى نورمال، بس اللي هيجي لنا في الامتحان لا مش هتبقى نورمال، هيبقى الكاركترستيك بتاعنا ان الاسبكت بتاعنا كلير والسيلز بتاعتنا لينفوسايتس، لكن لو الاسبكت كانت تربد والسيلز بتاعتنا لينفوسايتس يبقى ده، لكن لو الاسبكت بتاعتنا تربد والسيلز الليمفوسايتس دي في الغالب بتبقى تي بي بيبقى فيها مانيفستد هايبوجلايسيم. التريتمنت بتاعنا بيبقى مينلي مهم قوي ان احنا نهتم بيه الجنرال لاينز، يعني مثلا لو الطفل دوت عنده مثلا انكريز انتراكرينال تنشن ناخد بالنا منها، طبعا سيمتوماتيك تريتمنت انتي بايريتيك انتي كونفولزنت از انديكيتد، التريتمنت بتاع السيريبرال اديما احنا خدناه قبل كده في المينينجايتس، ناكد عليه تاني، ديكساميثازون، اللازكس او الفوروسومايد، ريستريكشن اوف فلويد، اليفيشن زاويه 45، هايبر فنتليشن، دي كلها المانجمنت بتاع السيريبرال اديما. اند ثانك يو. ايه ده؟